11/8/2012 إحدى المنازل التي سقطت عليها القذائف في بلدة كان صفرة. منزل مأهول بالسكان. يا فال بشار الأسد يا شباب، ليكو يا شباب، ليكو على القذائف اللي عم تضربنا فيها، ليكو بيت عجز خطيرة، عجز يتجاوز 90 سنة عمرهم، بيت خطيرة يا شباب، ليكو يا عرب، ليكو يا عرب، يا مسلمين،